المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البناة. حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشقوا شذا روح الحياة. فما معنى الحياة بغير روح؟ وما روح بغير هدى الحياة؟ إذا كانت حياة المرء بحر يموج فروحه فلك النجاة، نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم في هذه الأيام الغر المباركة في برنامجكم روح الحياة. حديثنا عن فقر المشاعر في الحياة الزوجية. تكلمت في الحلقة الماضية عن فقر المشاعر بين الوالدين والأولاد وبين الأولاد ووالديهم. اليوم حديثي عن فقر المشاعر في الحياة الزوجية. كثير من البيوت يخيم عليها صمت مطبق، موت معنوي أو طلاق معنوي، ويسكنها يعني سكون ويسودها سكون موحش، ولا يوجد تواصل. لا الزوجة تأنس بحديث زوجها، ولا الزوج يأنس بحديث زوجته، ولا يسمح أحدهما للآخر بالحديث عن الكلام الطيب واللطيف، بل لا يسمع أيضا، لا يسمع أحدهما الآخر كلاما وألفاظا جميلة تحمل معنى المودة والحب والرحمة والعطف. ورغم أن الحياة الزوجية كما قال سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ليس لتسكنوا معها، إليها، يعني هذا الدفء كل يسكن إلى زوجه، فيحدث نوع من السكون والهدوء والخروج من حالة الاستقرار. فعتبي أولا على الزوج ثم ننتقل إلى الزوجة. كثير من الأزواج، كثير منهم يكثر اللوم لزوجته وكثير الانتقاد لكل صغيرة وكبيرة، فترى ينتقد الطعام، ما هو عاجب الطعام، الملح شوية، الملح ما فيش، ثم يدخل في باب المقارنات، انظر زي فلان وزي فلان وزي فلان، وهذا مما يغري القلب تجاه زوجها وتجاه فلانة. وكذلك أحيانا يعاقبها ويؤنبها على ضجيج الأولاد، وضجيج الأولاد جزء من الحياة، لا يوجد بيت بدون ضجيج من الأولاد وعبث، فيلومها ويؤنبها ويكثر عليها المنام. وأحيانا إذا نسيت شيء أو قصرت في شأن من شؤونه يقيم الدنيا ولا يقعدها. وأقبح من ذلك كله أنه يعاتبها ويعنفها على شيء لا يعني قدرة لها عليه، مثل أنها عاقر أو أنها تنجب البنات. كثير من الناس لما يرزق ببنت يتأفف ويجد يسب في الزوجة، يعني هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو مش مصنع زي ما تبي أنت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني عيال وبنات، ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى. فهنا يزداد يعني العذبات على الزوجة من الآلام النفسية، زيد على ذلك الآلام المعنوية التي تسمعها من قوارص الزوج، ويقض مضجعها ويؤرق جفنها، وهي التي لا تملك من أمرها شيئا. وهذا ليس هو بمسلك العقلاء ولا كرام الناس. كثرة اللوم يعني ليس من أصحاب الأخلاق الكريمة، يعني لا تصدر على من ذي خلق كريم ولا طبع سليم. لماذا؟ لأن كثرة اللوم وكثرة العتاب تورث النفرة، تورث النفرة والبغضة. فهنا يعني لو كان فيه هناك شيء يستوجب العتاب، يكون العتاب عتابا لينا رقيقا، يعني تدرك المرأة الخطأ دون
أن تهدر كرامتها دون أن تهدر كرامتها، وينسى الحسنات والجميل والخير الذي عندها. وهذا من الأهمية بمكان عند كرام الناس. وما أحسن أيها الزوج أن تتغاضى، تتغافل، يعني 9 أعشار العلم في التغافل. التغافل هو تغاضي واحدة واثنين مشي، وهذا من دلائل سمو النفس ونقائها يعني وشفافيتها وأريحيتها، ويعلي منزلة الإنسان ويبعده من الغضب وآثاره المدمرة الذي يدمر البيوت. ومما يعين الزوج يعني على سلوك طريق الاعتدال في عتاب الزوجة أنه يوطن نفسه يعني على أنه لن يجد يعني الزوجة الذي كان يتصورها، يعني لن يجد من زوجته كل ما يريد أبدا، وهي لن تجد منك كل ما تريد. كل واحد تزوج له كان دون الأحلام التي وضعها، عايش أحلام وردية وأحلام رومانسية وحياة مش عارف إيش. لا، الحياة هيك طبيعتها، خليك طبيعي أنت، ما تركبش على روحك. كيف مرة واحد أراد أن يطلق زوجته ويتزوج واحدة ثانية وهي أم ولدة وخير ومرأة خير وكذا، فدعونا للإصلاح، هي ما تبيش تطلق. وبعدين من هنا ومن هنا بعد كم جلسات ماذا قال الزوج؟ قال أنا نبيها كيف اللي في الام بي سي. يا عيني على الام بي سي، والله قلت له يا راجل أنت الام بي سي هذين يصنع عبارة عن يعني علب من المساحيق وليس حقيقة، ومضمونهن يعني الله أعلم بهن. ولا أنت 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 أطلقت بصرك للغيد وللنساء، لو جمع لك نساء الدنيا لما شبعت، فأنت انتبه لروحك. فهو لما رأى الغيد ورأى الرشيقات ورأى الممشوقات التي اختيرا اختيارا مركزا ومحددا لهدف معروف ومضبوط وواضح، فزهد فيما لديه بعد 10 عمر وبعد أم أولاده. فهنا دائما أنت يعني تكلم بعقلك ولا تطلق طرفك إلى ما لا يحل لك. يعني من دامت نظراته دامت حسراته، إنك إذا ما أرسلت طرفك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه وعلى أن بعضه أنت صابر. فالإنسان يستطيع أن هو يعني يتذكر أن هو ليس بالكمال كما هي تريد مواصفات معينة لم تجدها ذيك، أو وجدت أشياء جعلتها أن ترضى بك، وكذلك أنت لن تجد كل شيء. وأطلع من الوهم. ثم على الإنسان أن يتحمل عيوب الآخرين، يعني بمعنى كما أن الآخرين فيهم عيوب أنت فيهم عيوب، فيك عيب أيضا. يعني حتى في الصداقات وفي العلاقات، لو إنسان يريد أن يتحصل على صديق وصاحب لا خلل فيه ولا خطأ واهم. ولذلك علي الجارم يقول: وسامح الخلة وإن زلت به قدم فلست تبصر خلا غير ذي زلل. وسامح الخلة، صديقك القريب منك إن زلت به قدم فلست تبصر خلا غير ذي زلل. لن يوجد خليل ولا صديق غير ذي زلل. فهذه أعظم من الصديق، وهي الصاحبة. صاحبة ذكرها الله سبحانه وتعالى أن الزوجة والصاحب ذي الجنب. فهنا يعني الإنسان يكون لطيف ولين. طبعا لا يعني هذا أنه يستسهل تقصيرها ولا يعاتبها، إنما هو يعاتب بلطف، يعاتب بلطف كما قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني أسيرات، المرأة جابتها كلمة ومشيها كلمة، هي زي الأسيرة مسكينة مكسورة الجناح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجانب العاطفي اللي فيها، اللي هي الحساسية، وهذه ميزة الأنوثة، الحياة والحساسية والنعومة، هذه جزء من قوتها، قوتها في ضعفها، قوتها في ضعفها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كما ذكر سبحانه وتعالى طبيعة الأنثى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت
من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها ما يعدلش على الكلمة، واحدة واثنين يمشيها وما يتبعش وانت قلتي ويخزن وزمان قلتي لي ولا واحد قالت لك أنك راجل طلقني شك إنه هو مش راجل عاد تطلقها. يا أخي الرجولة راهو مش ليس الذكورة، الذكورة صفة الجسد والرجولة صفة النفس، والرجولة أعلى صفة النفس، بمعنى الرجولة الرجال قوامون على النساء، هي القيادة والاحتواء والضبط والتعامل مع المشاكل وردود الفعل بنضج وأريحية، والنظر في العواقب والنظر في الذي أمامك إنه هو بشر وكيان ويتأثر مما يتأثر منه الإنسان من الكلمات. فهنا كثرة العتاب أو كثرة اللوم تفسد، حتى لما الزوج يقع في شدة عتاب وإسراف في اللوم ومحاسبة وتتبع، ثم يعني يسمع مثل حديثي هذا يسمعه الآن وساقه الله إليه، هنا عليه نصيحة أن يبادر بالاعتذار، الاعتذار مرات بالكلمة، مرات بهدية أو بإظهار الأسف أو بالاعتراف بالخطأ. لا تأخذه العزة بالإثم، لا تأخذه العزة بالإثم، هو كما هو بشر هي بشر، كما قال أبو الدرداء لزوجته: إن رأيتك غضبا أرضيتك وإن رأيتني غضبان رضني. يعني دايرين دستور علاقة بينهم، فإذا أخذ الزوج بهذه الطريقة قل عتابه وراح نفسه وسمى بخلقه أنه هو كثير التتبع وحافظ على مشاعر غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني زوجته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبث في مشاعر الحب لزوجته ولأزواجه ويعبر بها، والصحابة يعرفون ذلك. عندما سأله عمرو بن العاص وهو يرى في الحفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم ويرى في الاهتمام، فظن أنه أحب الناس إلى رسول الله، فأراد أن يسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. هكذا بكل وضوح، حب معلن ويفيض يعبر به، والصحابة يعرفون ذلك. فعمر قال: يا رسول الله، ليس من النساء، من الرجال. فهو ظن أنه بيقول لأنت، فهو في غيرك. فقال له: أبوها. ما زالت عائشة قاعدة، ما قالش أبو بكر، قال: أبوها. الضمير عائد على عائشة ثم عمر حتى سكت. قال عمر ابن العاص: فأبوها عليه الصلاة والسلام لما تقرأ سيرته مع زوجاته، واللي يتبع السنة مش يتبعها غير في المظهر، حتى في حياته الاجتماعية، التسنن وحياة السلف حتى في الحياة الاجتماعية في 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 مع زوجته ومع أولاده، هذا هو التدين، هذا هو الاقتداء، هذا هو الاتباع الذي أمرنا الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخفينا شيء، بل تحدثنا حتى في إن صح التعبير في الإتيكيت والرومانسية والكلام اللطيف ويراعي مشاعرهن، وإذا غضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني تبي ترضي زوجتك. هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عيبا وليس يعني خارما من خوارم الرجولة، ويظن بعض الناس أنه إذا عملها بلطف وكذا تفرعن عليك، ولا الإنسان الإحسان آسر، الإحسان آسر، والعلاقة الزوجية لما تكون مبنية على هذه المعاني السامية الغالب فيها الديمومة، والغالب فيها أن تتوطن حتى ولو أصابتها بعض سحائب وصيب وتنقشى. فهنا يعني يعود نفسه، وكما قال الإمام ابن حبان يقول: من لم يعاشر الناس، هذه خذوها، من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء، يعني التمشي والتجرع يمشي، من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، يعني يغضي يمشي لما يأتيه من الناس من مكروه ويتوقعش إنهم يعملوا زي ما يبغى. طيب، الذي لا يفعل ذلك ماذا يحدث له؟ يقول: كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه. هذا عيش مكدر، اللي يتبع في كل شيء، وهذا دي محرك دم، ويحسب روحه فاضل ولازم تقعد يعني ما شاء الله مفتول وتعيط. لا، ومع الوقت
قال يدفعه إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى الوداد وترك الشحنة. هذه في العلاقات العامة، ما بالك مع زوجك وأم أولادك. فهنا ننتبه إلى هذه القضية. كما أن من الأزواج من يكثر انتقاد زوجه إذا أخطأت، كذلك تجد من الزوجات من لا تشكر زوجها، ديما متسخطة ولا عجبها شيء. هذه موجودة، تفي من الأزواج طبعا كما ذكرت كثير العتاب، ولا يشكر زوجته، ما يشكرهاش إذا أحسنت، لا طعام سمح ديرها له، يقول تقول لها ما شاء الله سلمي، تقول لها يا راجل خلت أشكرها بما فيها، قول كلمة طيبة. يعني حتى النكت بيناتنا تلقاها فيه النوع من الغصص. وحدة لبنانية قالت الزوجة مش عارف شنو، وحدة مصرية قالت الزوجة مش عارف شنو، ووحدة سورية قالت، لما يطق في الليبية يذكر لك الكلمة القاسية والتعنيفة. ليش؟ هذا إيحاء مش صحيح، يخلق لك في العقل اللاواعي على توتير العلاقة. بالعكس، نحن لدينا مرجعية، قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومدرسة الحياة تعلمنا أن الإحسان آسر. فأنت لما تشوف زوجتك أحسنت في شيء يشجعها، ولا أعدت الطعام، كرمت الضيوف، كل ما شاء الله والله كلوا كله وشكروا وقولوا سلم يديك، لأن المرأة أغلب شيء تحب الكلام اللطيف طيب، وأنت تؤجر عليه كلمة شكر، ابتسامة رضا، ستراتك قدام ضيوفك حتى تجيب لها هدية، نظرة عطف، هذا نوع من الإكرام، ويعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ننتبه لها. كذلك يا إخوة، يعني بعض الأزواج هذا حالهم، كذلك يعني في زوجات سبحان الله نعرج عليه تو شوية، يعني لا تشكر زوجها على شيء. يعني بمعنى إذا سئلت عن حال زوجها تلقاها كثيرة التسخط، والله ماني متريحة، وتشعر بالأسى واللوعة، وأنا مش كيف فنان، وحظي عطيب، وبختي شين، ويريتني ما تزوجت، وحالتي مش عارف إيش، وديما حتى تذكر في مساوئ زوجها بين صحباتها وبين أقاربها ومرات بين خواتها، وهو متحملها ولا الأمة، وهذا كله يعني حتى مرات تلقى الزوج وديع ولطيف، ها، لكن سبحان الله ديما تبدي التسخط عليه، وإذا قدم لها هدية سارعت بإظهار التسخط. شنو هذه؟ شن تسوى هذه؟ 100 جنيه، شوف فلانة جاب لها بألف جنيه، فلانة جاب لها ب5000، جاب لها موبايل مش عارف شنو جاب لها، وتندب حظها كأنها تراه شغل. وإذا قدم لها هدية احتقرت الهدية وقابلتها بكآبة وبعبوس. هنا تدخل على زوجها نوع من الغضاضة والمضض، يعني يراه واحدة اثنين ثلاثة بعدين ينفجر البركان، ينفجر. وإذا أتى بشيء متاع للبيت ولا أثاث، يعني تقارن نفسها بغيرها، شوف عند فلان وعند فلان. هذه الشراسة المنكرة ومقابلة الإحسان بالجحود، هذا راه يوتر العلاقة. رد بالك، يعني أول شيء تقرب إلى الله بالطاعة والإحسان إليه والصبر عليه أيضا، وأخرجي من مسألة المقارنات. يعني لما تطلع تشوفي عند فلان عند فلان، راه زوجك خير لك من الأثاث، وخير لك من الشراشيف، وخير لك من الصالون اللي بتغيري كل سنة، وخير لك من الموبايل. زوجك هو رأس مالك، لأن في بعض النساء يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني بمعنى يقول بعض النساء تحكي على دار ما دار لا شيء، وممكن ضربة طريحة في الليل وفي الصبح مش شايفين ديرها، بتقول دار لي وشرالي وجابلنا، تبتغيظ أخواتها، تبتغيظ صحباتها، أو تظهر ما ليس لها. فأنت تنتبهره ديما لما تحكي على زوجها مبالغة، معناها في حاجة مش صحيحة، واحد يحكي باعتدال. فالزوجة إذا أحسن إليها زوجها وأكرمها، حتى لما تحصل منه زلة أو هفوة تغضب عليه كأنه لم يحسن إليها قط. وهذه النوع من النساء
توشك أن تنسلب منها النعم، تنسلب منها النعمة، لأن شكر النعمة يديمها، لإن شكرتم لأزيدنكم، وكفر النعمة يزيلها. يعني أنت قاعدة أيمة في البيت في حوشك والحمد لله تزوجتي ومضت بك السن، والله أنت تزوجتي بدري مقارنة بأقرانك وصحباتك، وربي سهل ومشى العرس كويس، بعدين تطيحي بزوج تزهدي فيه على سبب أشياء ما يستحقنش، هذا كله يجفف المشاعر. وبنية الإنسان الحقيقية هي مشاعره، رأى الإنسان لما يقعد يجحد 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 ويسب 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 ويؤذي ويؤذي ويؤذي، يجي ساعة انفجار، يجي ساعة انفجار، يعني كل واحد يكره الآخر، ويقعد كل واحد كأنه متزرط في الآخر كما يقولوا حاصل فيه. لا، هذه حياة، ناهيك على العالم الموت المعنوي، كل واحد ماسك تلفونه وعايش في عالم الآخر. هنا أقول لك أيها الزوج وأيتها الزوجة، أراه السعادة الحقيقية في الرضا وفي القناعة، وأن كثرة الأموال والتمتع بالأمور المحسوسة الظاهرة أثاث ومتاع ولبس لا يدل على السعادة. ماذا ينفع الزوجة؟ أن تتلقى من زوجها الحلي والنفائس والذهب، وهو يسبها ويحتقرها ويلعنها، لا محبة لا حنان، يقول لك سكتها بالفلوس. ترضي أنت؟ ترضي سكتك بالفلوس؟ أما أنت خادمة عنده، امرأة حرة كيانك ومعاني المحبة وزوجة، ترضي أن تعيشي غير يجيبني الفلوس وخلاص؟ هذه قيمتك بالفلوس؟ أبدا، بالعكس، قيمة الإنسان كما ذكرت في بنية المشاعر، يعطيها لكن لم يعطيها حب ولا يعطيها مشاعر ولا كلمة طيبة، غير يجيب لها فيها التموين وخلاص. كان ما جاب الهش ولا مرت به ظروف ولا أحوال تجد تسب فيه وتدخل أطراف خارجية في الموضوع، فوجب على المرأة العاقلة أن تتجنب التسخط على زوجها وعلى أحوال يمر بها، وتحسن إليه بالكلمة الطيبة، لأن الإساءة للزوج وإسخاطه هو من إسخاط ربها، وهذا خراب لبيتها وتكدير لعيشها وعيش زوجها، وسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحقد والحسد والغيرة. مرات تشاور وحدة تدمر لك بيتك، ديري له هكي وديري له وعيطي له ودوخي له وما تطيبي لش وما تغسلي لش وخليه باش يعرف قيمتك. معقولة أنت يا أمي ويا جدتي ويا خالتي تنصح في 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 بنتك هكي تعلم فيها؟ كل الرجالة هكي، بعض الرجالة يشوفها ما تديرش ويفطن إن هي تلف وتدوره، تقول له عدي الحوش هلك. كيف هذيك المرأة قالت يا ويلي يا ويلي ما حصلتش من يعقلني، كانت عايشة في عز وفي راحة وفي كذا، حدثت مشكلة دخلت أطراف خارجية، بس حمقى أمها أختها لا دري لا دري لا، هو رجل حر وكذا أعطاه حقه وقال لك هذيك حوش، كانت منعمة معززة مكرمة، تبي تتسخط عليه وتدلع عليه جت على راسها. لا، المفروض أنت عندك عقل، هذه قرارك، مدام رضيتي به تحملي هذا القرار. فوجب على المرأة العاقلة أن تدرك أن الحياة ليست خطا تصاعديا في السعادة وفي المحبة وفي السرور، في حب وفي رحمة. الحب منسوب يزيد وينقص، لكن تبدأ الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغى مؤمن مؤمنة، إن أحبها أكرمها وإن كرهها، صارت له هيك حالة نوع من البرود وجفاف المشاعر، لم يظلمها، وهي لا تصنع أسبابا تجعله يبغضها من الكلام ومن التسخط. بالعكس، هي لما تسأل عن بيتها تثني عليه وتذكر رب بيتها بخير، والحمد لله أمورنا طيبة، القناعة كنز الغنى، والشكر قيد النعم الموجودة، حفظه، القناعة كنز الغنى والشكر قيد النعم. هذا سوف نكمل بعد هذا الفاصل بعض الوسائل التي تعين على ينبوع المشاعر وتفجيرها ونبث غنى المشاعر
ونقفل فقر المشاعر في حياتنا الزوجية. فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معي. ومعنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دوراً ملاحظاً وملموساً في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما. كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يحسن بك أيتها الزوجة أن تشكري ربك دائما، إذا نزل بك ما تكرهي صبرتي، وإن أكرمك سبحانه وتعالى بخير شكرتي. تكظمين غيظك وتسترين شكواك وتشكين إلى الله سبحانه وتعالى، وتراعي الأدب مع الزوج. فإن كان هناك حاجة لبث شكوى تبثيها لمن تثقين بنصحه، لأن خروج الأسرار الزوجية والحياة الزوجية إلى طرف خارجية هذا يمدد في زمن علاجها، بل قد يعقد المشكلة، لأن الناصح قليل. ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، يعني صاحب مروءة، يكون صاحب مروءة ويكتم السر. فهنا يعني ليس من باب انك تفرغ وخلاص، تفرغ وبعدين تلقى روحك حاصل عطيت سرك. وفي ناس سمعت فلان والله حكت لي بيني وبينك راه عندها مشاكل مع راجلها، منين توصل للراجل نفسه توصل لها؟ لا مش صحيح الكلام هذا، انت لازم تضبطي نفسك، لان مرات انت تصبرين على مشكله صغيره مؤقته سحابه صيف وتنقشع وتنجلي، خير من أنك أنت تستجيبين لردود فعلك ثم تكبر المشكلة. ودائما اذكري نعمة زوجك عليك، اذكري نعمة وإحسانه بالمعروف، وتستحضر أنه سبب الولد وأبو أولادك، ومهما يعني
يعني زلة هنا وهناك، لابد أن يكون هناك مساحة للتغافر عن الزلات، ولا تكوني كالتي يحسن إليها زوجها طول العام وطول الحياة، فإذا أخطأ يوما قالت له ما رأيت منك خيرا قط، يعني تقول فيها في حالتها، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: يا 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 معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، قالت ما رأيت منك خيرا قط. مش كل الرجال يتحملوها الكلمة هذه، يحسن يحسن ويشر ويجيب، مرة تسلم في جار بعدين تخسرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله لامرأة، هذا رواه النسائي في السنن الكبرى وصححه الألباني، قال: لا ينظر الله إلى امرأة دهر، ماذا تفعل؟ لا تشكر لزوجها إذا أحسن إليها وهي لا تستغني عنه، ما تقدرش تسيبها، هذه مشكلة. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء ويوصي الرجال: استوصوا بالنساء خيرا، ثم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليه. هنا زوجك هو جنتك ونارك، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم إياكم وكفر المنعمين. فقالت أسماء بن يزيد الأنصارية خطيبة النساء، قالت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكفر المنعمين، وكانت من أجر النساء على المسألة، قالت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، يعد في حوشها تطول أيمتها معاش الزوجة، طيب، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها ولدا فتغضب الغضبة فتكفر، فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. أنت لما كنت في الحوش غير اجيب لي يا رب يا رب سهل لي يا رب ولد الحلال يا رب، ولما جاء ولد الحلال تكفرينه. والله مرات نسمع في قصص نساء يحكي عن زواجه في حديث النساء، ونحن عندنا أقارب ونسمع مرات تجد مسكين يراجي فيها في هذاك القر والشتاء والبرد، ويبين في الصالة بتاع الأفراح وهي عاد في كامل زينتها وماشية للصالة، ويكلم فيها تقول لها راجي بتسمع فيه. وحدة حكيت لي طريقة لقريباتي، سكرت على التلفون شين قالت؟ قالت: خليه راجي الكلب، حشاك حش السامعين، والله كيف منحكي الكلب، قالت خليه راجي برا الكلب يضرب الصقع. تاني كيف الحياة؟ كيف مرأة تقول هيك؟ انت عليش تزوجت اصلا؟ فكروا لماذا تتزوج المرأة؟ هذا كله يولد نوع من الحدة. لكن المرأة اللي تراعي مشاعره، تراعي أوقاته وقت راحته، واللي تحبه، جنتك ونارك، جنتك ونارك. ما تجيش وقت الراحة تجي تنظف في الحوش، ما تجيش كنا ماذا ويسمع في المكسب معاش يرقد بكل معاش بندير، وقل له ارقد برا أطلع ما تجيش كنا ماذا، ما تجيش. لازم يكون في هذه المشاعر، أنت وأنت لما تحتفوا بها يقوي الرابطة بين، لأن في مراعاة لكل للآخر. أما الواحد ولا الوحدة ما تباليش بمشاعر زوجها ولا هو يبالي بمشاعرها، هذا رهب جفاف وفقر. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يراعي في مشاعر أزواجه. تبتغي مرضات أزواجك، شوف الآية هذه، تبتغي مرضات أزواجك، لما حرم على نفسه شيئا، يعني حفصة وعائشة يعني أكل شيئا فقال قلنا شممنا منك ريح المعافير لعل أكلت شجرة العرفض، قال لا لا أشربه، وحرم على نفسي أن يأكل من هذا العسل، فقال ربي يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني من أجل ترضي زوجاتك. يعني الإنسان لما يرضي زوجته ماهوش عيب، ماهوش عيب. لما جاء الأحباش وهم يلعبون بالرماح والدرق اللي هو التروس من الجلد،
ويتقافزون في المسجد، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال لعائشة: أتحبين أن ترينه؟ بتشوفين؟ يا سلام. قالت: بلى يا رسول الله. ففتح قوة وغطاها عليه الصلاة والسلام بغطاء وفتح الفتحة وهي تشوف فيها. قالت عائشة: فوضعت ذقني على عاتقه وخدي على خده. تخيلت المشهد هذا؟ تقدر تديره أنت؟ تقدر تديره؟ إيه تديره. ليش يحكي الشيخ؟ هذا نبيك، نبيك صلى الله عليه وسلم. أنت مش عارف أن الإنسان كتلة مشاعر، راو المشاعر ذن يهتموا به، مش هو كتلة صلبة. كل بنية الداخلية الإنسان هي مشاعر. أنت مرات تنسى واحد أعطاك فكرة، أعطاك مثلا موعظة، لكن ما تنساش واحد أحسن إليك ودخل إليك سرور أبدا، لأن منطقة المشاعر دي متخزن فيها. وكذلك ما تنساش واحد زعلك، ممكن تسامحه لكن ما تنساش. طبعا عدم النسيان ما لاش علاقة بالمسامعة. ليش؟ لأن جاتك جوة. كذلك الكلمة الطيبة لما تجيك جوة تأثر فيك. فقالت عائشة: فوضعت ذقني على عاتقه وخدي على خدي. وهو والنبي صلى الله عليه وسلم شوف الجو اللطيفة، شوف قال له: أفرغت؟ يقول: لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي. ويدخلوا الأحباش وبعدين دخل أبو بكر أو عمر ونهاهم، قال له: دعهم يا عمر، إنه يوم عيد، إنه يوم عيد. قال: أمنا بني أرفدة، أمنا بني أرفدة، يعني عليكم الأمان. هم كانوا يعني ينشدون ويتغنون بالحبشية مع العربية عجمة، فلم تصعفهم لغتهم لا العربية ولا الحبشية. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أمنا بني أرفدة، أمنا جد أرفدة، يعني عليكم الأمان، أي ألعبوا. فأخذوا يتكلمون بالحبشية وثقافة جديدة، وعائشة على الذقن والخد على الخد وهي تشاهد. ثم قال: أفرغت؟ قالت: لا تعجل علي يا رسول الله. قالت: والله قد فرغت، ولكن حتى تعلم نساؤه مكانتي في قلبه. وهي تتحدث الآن على هذا الشعور الذي لم تنسه أبدا عائشة رضي الله عنها في هذا الجو الجميل. بل هو كانت عائشة تقول: فأخذ العرق قطعة من اللحم فأكل منه، فيتتبع مكان أكلتي وين ما فمي على مكان اللحمة فيأكل منه. ومرت يغتسل هو وإياها من إناء واحد، كل أبقي لي اترك لي، يعني كل واحد عقب لي كما نقوله. وورد ذلك عن أم سلمة أيضا. فنقصد هذا موش عيب، رأو موش العلاقة الزوجية والمشاعر، ما يشفت العضلات وشوارب وكلمة قاسية والثقافة المبرمجة المرأة ما ينفع فيها إلا كذا، والراجل دليلة وعيطيلة وتغسيلة. لا لا، مش صحيح. مبنية على الرحمة، مبنية على الصبر، الصبر والتذمم، الصبر والتذمم. بمعنى إيش؟ راهو مش ديما بياض يا لبن، مش ديما صافية، تكدرها. وهذه المكدرات ديما يجي بعدها وصال، وأجمل الوصال يكون بعد خصومة. فنصيحة للزوجة وللزوج، كل يراعي الآخر، تراعي طعامه، تراعي ما يشتهي، شنو ندير لك اليوم، كان دارت لك حاجة كويسة تشكرها على ذلك. وإذا كان قال: من لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله، هم أولى الناس بالشكر زوجتك اللي توتي لك وتي لك. وكذلك أنت لما يكرمك ويجيب لك هدية ويحسن إليك، حتى لو حاجة صار غلط ولا شيء تغاضي نسيه، خلي هذا الخطأ وهذه السيئة تنغمر في بحر حسناته. يعني عامل كل يعامل الآخر بالأغلب، الأغلب الإحسان. وإياكم والمقارنات، إياكم تدخلوا في جو المقارنات، نحن من زيادة فلان زيادة فلان. وإياكم من مخرجات الإعلام لذلك العروسة اللي شكلها مش عارف، لا لا، هذه مصنوعات صنعة، هذه للتسويق والترويج بس، لا يملكنا إلا مجموعة من المساحيق والرشاقة فقط. فلذلك انتبهوا، هذه لا تمدن عينيك إلى أولئك، وعيش مع هذه الزوجة، وعيش مع هذا الزوج العفيف والعفيفة،
ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى الزوج بالزوجة وأوصى الأزواج بالزوجات، يروى عن سعيد بن المسيب، امرأة سعيد بن المسيب، شوف بالله عليك الثروة اللي عندنا في 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 تراثنا وفي تاريخنا، امرأة سعيد بن المسيب تقول: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أصلحك الله، عافاك الله، حفظك الله، رعاك الله، هذه الكلمة الطيبة ولا؟ فهذه كل واحد يحرص على ما يدخل السرور للآخر ويتجنب ما يسوءه. ولا تستهين بكلمة طيبة ولا تستهين بكلمة نابية موجعة، فالإنسان يتأثر بمثل هذه الكلمات. هذه في مربع مراعاة المشاعر بين الأزواج. من هذه الليلة كل واحد يتقرب إلى الله بالإحسان إلى زوجه، الزوجة تتقرب إلى الله بالإحسان إليه والصبر عليه والنصيحة والتغاضي والتغافل. وكذلك أيها الزوج، تغاضى ولا تتطلع وخليك حكيم وما تدخلش أطراف داخلية خارجية. كل ما تزعل أنت ويا عد الحشهلي، كل ما تزعل خدي بشك وارطع، لا مش كويس، هذا مش كويس. حتى لو حد الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لماذا لا يخرج؟ بحيث يحدث الالتئام وهذه العاصفة مرت ويكون طلاقا رجعيا ولف الموضوع. مش تأجي أخوها وذكي يجي أمها، قصة حرب. لماذا هذه العلاقات المشدودة المشحونة؟ ما هذا الفقر؟ ما هذه الحياة؟ هيك أنا متزوج وعندي أولاد؟ لا، الزواج في ديننا عبادة، والأنبياء كان لهم أزواج وذرية. فاقرأ سيرة نبي صلى الله عليه وسلم، النبي زوجة، ترى عجبا والله. لماذا نحن دائما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعود السواك واللحية والإزار وكل خير تمام، والعمامة، وإن كان العمامة من العادات، واللباس كله من العادات، وليس هناك لباسا دينيا. لكن لما ندخل في القعر التسنن في الاتباع، وين؟ في البيت. تبي تعرف دين الواحد وتعرف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه في بيته، لأن بيت إيمان حقيقته. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذا يعني على عجالة فقر المشاعر في الحياة الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا ويسكن أمورنا ويجعل حياتنا هناء ورغدا ويرزقنا راحة البال والتغافل والتغاضي، ويبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. حتى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن فقر المشاعر بين الجيران والأصحاب. حتى ذاك الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله الحياة بغير طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي. فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك آمن.